الزهراء من الخلق مو مثل خلق النبي ومو مثل خلق علي ومو مثل خلق نور الحسن والحسين. الرواية تشير كلام النبي صلى الله عليه وآله: فخلق نور فاطمة الزهراء عليها السلام يومئذ كالقنديل وعلقه في قرط العرش، فزهرت السماوات السبع من أجل ذلك سميت فاطمة بالزهراء عليها السلام. الآن إذا سمعتون وإذا قرينا وشفنا مكتوب فاطمة الزهراء، ليش سموها زهراء؟ لأن الدنيا بل الخلق كل الخلق مرت عليه حالات وحشة، ما كشف الله الغمة ولا فرج عن الخلائق ولا زالت الوحشة بسحابة الظلمة إلا لما أزهرت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا الليلة رسالة مثل ما متعودين أولادي وبناتي يسمعون أقول لهم هذا هاشتاج لكم احفظوه خلوا ببالكم. مرة يجون يقولون شيخنا عندي مشكلة وما أظن تنحل، عندي كارثة، عندي حاجة متعسرة، عندي أمر طول سنين صار فوق 25 سنة مو راضي تنحل، شو سوي؟ طرقت كل الأبواب. عليك بفاطمة، عليك بحاجتك مهما كبرت، أنا أقول حاجتك مهما عظمت، ترى الزهراء مولاتي عليها السلام كفيلة بأن تفرج عن الكون برمته بمجرد. وتعلم الليلة هالعبارة واحفظها وخليها في ذهنك، لا تنساها، تنسى اسمك ولا تنساها. من تشوف نفسك في شدة قل يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني، وخلي يصير عندك يقين مثل يقين الملائكة اللي شافت نفسها بالوحشة. مو تستغيث وانت مترهي مثل ما يقولون، لا، تحس بالظلمة وبالوحشة، وأن سر الفرج منه فاطمة بنت محمد.